التحدي الآخر اللي هو كان تحدي مالي اقتصادي. تذكرون العالم كان هناك انهيار في أسعار النفط، هذا ليس له علاقة بالعراق، له علاقة في طلب العالم على النفط، يحدد أسعار النفط السوق العالمي. بس صار انهيار مريع، أتذكر في سنة 2015 وصل أسعار النفط إلى 26 دولار برميل، كلفة إنتاج النفط 10 دولارات تقريبا، أقل شوية من 10 دولارات، فلم تكن في مراحل وصلت 22 دولار، معناها الصافي يصل الخزينة للبرميل الواحد 12 دولار، هذا يقارن بما كان عليه سابقا، يباع النفط ب 110 دولار للبرميل. ومع ذلك الحمد لله لم نتوقف عن دفع الرواتب والتقاعد والأمور الأساسية لتمس حياة المواطنين، من شبكة حماية اجتماعية، دعم المزارعين، إبقاء الخدمات الأساسية للمواطنين، كما ذكرت الرواتب والتقاعد، البطاقة التموينية، شبكة الحماية الاجتماعية، هذه ظلينا وإحنا لازلنا ملتزمين. أنا أدري أقول أنه فترة انتخابات وأسميها حمى الانتخابات، والدورات تختلط، ما تعرف ياه الكلام الصحيح ولا الكلام غير صحيح، لأنه في شبكات التواصل الاجتماعي وكثير من الفضائيات عرفون تملك أحزاب وتملك كتل. الدولة ما عندها كدولة عراقية، عندها العراقية، بس العراقية مو ملك الحكومة العراقية، الدولة العراقية يجب أن تكون هي للجميع بالأخير. فالحكومة العراقية عمليا ليس لها أي فضائية أو شيء إعلامي.